بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشوف الوحدة الخامسة والحروف الموجودة مع الحروف. الوحدة الخامسة هما 3 أحرف: اي اه او أ اف ف. او أ او أ اي اه مكسورة شوية اف ف. ودي فيجرينج اوت كده للكلمات: اف فوكس، اف فان، او أ اورنج، او أ اوليفز، او ايه سوري اي ايه ايك. شوف الصفحة اللي بعدها. طبعا دي كلمات الوحدة الخامسة. طبعا كلهم لما نيجي نكتب جملة هقول اي ايت او هي ايتس. طبعا احنا كبرنا وعرفنا ازاي نكون الجملة. اي ايت ان ايج and so on. I eat a sandwich, I eat burger, I eat an orange, I eat honey, I eat banana, I eat that. يلا نشوف الكلمات: egg, egg, sandwich, sandwich, burger, burger, orange, orange, honey, honey, banana, banana, date, date. Okay. Pizza, pizza, ice cream, ice cream, chocolate, chocolate, on. زي ما قلنا الجملة كلها هتكون I eat أو he eat. He eats ice cream and so on. On, it's on. It's on the boat. It's on the boat. أو the dog is on the boat. جملة هي. أو it's on the boat. طبعا عندي المضارع البسيط زي ما اتفقنا هو بيعرفه بشكل بسيط برضو. إن I, we, you, they مصدر. He, she, it, is. بس كده. He, she, it, is. He, she, it, is. أقول I read. He reads. مش عايزة أعرف أكتر من كده. أوكي. وطبعا السؤال بيس أو نو. Do you like eggs? Yes I do or no I don't. لازم يعرف الإجابة. لو هيقول yes يقول yes I do. لو no يقول no I don't. بعد كده عندي كان. Can I have a pack؟ دي طبعا مستخدم عند طلب شيء بطريقة مهذبة. اللي هو إيه؟ صيغة الطلب المهذبة. Can I have a bag? Yes, sure. Or yes, you can. عادي. تمام؟ اوكي. بس هي مش محتاجين نعرف يعني ببساطة. Letter E. يلا نشوف الكلمات. E. إيه. Elephant. E. إيه. Egg. E. إيه. Eleven. E. إيه. Elbow. E. إيه. Eggplant. E. إيه. انفلوب. ولازم يعرفهم الطالب بشكل كويس مع الصور، لان زي ما اتفقنا معرفة الكلمة بصورتها مهمة. نقولهم تاني: اي اه elephant، اي اه egg، اي اه eleven، اي اه elbow، اي اه eggplant، اي اه انفلوب. بعد كده نيجي للتريسينج. طبعا لازم الدايركشنز. نشوف الدايركشنز هنا من الاول للتالت اب داون، وبعدين ها نكمل واحده ثانيه التالتة. تمام. نفس الشيء نفس ما موجود عندي اب داون اهو 1 2 3. السمول السمول اي اهوت انسان. تمام. نعلم الطالب ازاي يكتبها كويس ويتعرف على الحرفين كابيتال وسمول عشان في مهارة الماتشنج يعرف يحلها صح، وفي مهارة الأحرف الناقصة كمان يعرف يحلها صح. نيجي للأو. أو أو أورنج، أو أو أكتوبوس، أو أو أوليف، أو أو أونيون، أو أو أوفن، أو أو أومليت. تمام. يعرف الطالب طبعا الصورة كويس ويعرف معنى كلمة علشان لما تجيله المهارة يعرف كويس يتعرف على الحرف الناقص.
نيجي لكتابة الحرف سهلة طبعا على التلات أسطر اللي فوق. This is capital O. A small O is between two lines بين السطرين. علم الطالب يكتبهم كويس ويتعرف على حرفين كابيتال وسمول. بعد كده F. F fish, F frog, F fox, F fan, F flower, F foot. مرة تاني. F fish, F frog, F fox, F fan, F flower, F foot. دي حرف الفاء. طالبنا يتعلم يكتبها صح زي ما اتفقنا. Up down وبعدين الأولى الثانية طبعا تكون على الثلاث أسطر. Up down الأولى الثانية أهو. بعد كده هنشوف الصورة. الصورة دي بتدل على واحد بيتزا ولا فيش ولا هاني. دي بيتزا. الصورة دي برجر ولا آيس كريم ولا بنانا. It's a banana. الصورة دي بيتزا ولا أورنج ولا فوت. طبعا أورنج. الصورة دي إيه؟ برجر ولا شوكليت ولا هاني. هاني. بعد كده نعمل ماتشينج. أو أورنج. إف فراغ. إف فيش. إي إج. تمام. عرفنا أن الطالب طبعا يشوف الكلمة. طبعا المفروض هتكون حطاله بين الأسطر أو يعني الأسطر هتكون موجودة. مثلا عندي إف سمول نكتبها بالشكل ده. الفايف تكون على الثلاث سطور. نعدلها سوري. بنانا نعرف ان الكلمة اول حرف يكون على الثلاث اسطر الباقي بين الاسطر ولازم تكون الكلمة الحروف كلها قريبة من بعض. بعد كده اورنج الحرف الناقص هو الاو. هاني الحرف الناقص هو الها. اي طبعا نوصل الحرف كابيتال بسمول. المهارات دي طبعا لازم الطالب يكون عارفها كويس. واول ما يشوفها شوكليت لا دي لسه ما اخدوهاش. وهنا ايس كريم الحرف الناقص هو الاي. طبعا هنا كابيتال وسمول اهوت. بي ذس از ار. الصوره دي ايه؟ ايج ولا هاني ولا ديت؟ اتس هاني. الصوره دي بيد ولا صافا سوري بيد ولا صافا ولا فريج؟ اتس بيد. دي يا ترى دي اورنج ولا دي بوك ولا دي دوغ؟ طبعا دي دوغ. الاو اورنج ولا بوك؟ طبعا اورنج. طبعا 7 على الثلاث سطور. البي كابيتال تكون على الثلاث سطور. الاي سمول تكون بين السطرين. الكلمه نفهمها من الحروف تكون جنب بعض مش بعيد عن بعض. بعد كده الصوره دي بيتزا ولا اورنج ولا ايج؟ طبعا الصورة دي صورة أورنج. الصورة دي هاني ولا برجر ولا بنانا؟ طبعا هي برجر. الصورة دي فيش ولا أورنج ولا ديت؟ طبعا هي فيش. الصورة دي إجز ولا رابت ولا أكتوبس؟ طبعا هي إجز. طبعا هنا عندنا في الصورة فاش حرف الإف. رابت الره. نشوف الصفحة اللي بعدها. طبعا اللي فوق عندنا طبعا اتفقنا أن الحرف لما يكون كابيتال يكون على التلات إيه؟ التلات أسطر. وهنا عندنا توصيل اهوت. الاو طبعا بنانا ولا فوت ولا اورنج؟ طبعا اورنج. الاف طبعا فوت. الاي طبعا اليفنت. والاو اورنج. هنا طبعا عندنا ماتشينج نفس الشيء. هنا ماتشينج كابيتال وسمول. طبعا هما نعملهم مع الولاد. بنانا نقولوا الحرف الناقص طبعا الب يكتبوا. بيتزا الحرف الناقص اللي هو الب. ولازم نخلي بالنا من الفرق بين البي والب والب. لازم نخلي بالنا من الب والب ان الب بتكون قويه شويه فيها اسبريشن. هنا عندي ايج طبعا الاي والبرجر البي. كده تمام. وكده يبقى نهايه الكورس الاول. وان شاء الله نتقابل مع الكورس الثاني. وان شاء الله نتقابل في توضيح برضو النماذج الاختبارات بعد كده. واتمنى انتم تستفيدوا بالسلسله وان شاء الله تكون مفيده لكم. جود باي.